قضيه الاخير دي ما قالش الكلام ده، ما قالش يعني انه ماء زمزم فاسد، وما قالش ان الصوم مش عارف ايه، لانه ما ينفعش خلط العلم بالدين. اللي عنده يقين بسبب الايمان يحتفظ بالايمان في قلبه، لكن الاحقاق العلميه موضوع اخر. وده اللي انا بتكلم عنه طول الوقت، انه لا يبلغ اي حد من الاحوال انك تيجي تطبق الدين على التاريخ، يعني لانه خصوصا ان الديانات السماويه الثلاثه تاريخهم مش بعيد. فنهار ما تيجي مثلا الحضاره المصريه القديمه اكثر الحضارات تدوينا في التاريخ، لا ذكر فيها على وجود اليهود في الحضاره المصريه القديمه انهم كانوا موجودين في مصر، مفيش كلمه. هيقول لك انه بعض الفراعنه طمسوا مش عارف ايه، لكن انت عندك ليترتشر ادبيات لا حصر لها على المعابد وعلى المفارس ومؤلفات والمصريين ما سابوش صغيره وكبيره اللي بتكلموا عنها، عن طرق الحياه وعن مؤسسه الاسره وعن الرقص وعن الفن وعن العماره وعن كل شيء. لا ذكر خالص لموضوع بتاع موسى واليهوديه انها كانت موجوده في مصر. وانا من وجهه نظري شايف انها محاولات عبثيه، انه محاوله احداث تطابق ما بين التاريخ والعقيده. العقيده ما في جماعه بهائيه، الراجل بتاعهم ده لسه طالع بقاله 110 سنه في ايران بهاء الله. طب انا اعمل لهم ايه يعني؟ انا رحت مؤتمر بتاع حوار اديان في الهند اسمه انترفيث ديالوج كونفرنس، ولقيت ناس من مختلف الديانات جايين من كل انحاء العالم في ولايه اوترا براديش، ولقيت فيها بهائيين موجودين. عدد البهائيين في الهند، والهند بلد كبيره 5 مليون، وجم يتكلمون. طب هنعمل فيهم ايه؟ ما هو لازم كلنا نحترم العقيده في القلب يعني. لكن ما اقدرش بقى انا اروح قصرا حضرتك مثلا يعني مسيحي انك لازم تخش الاسلام. الزمن ده خلص بقى، والله اللي عايز من اراد ان يؤمن فليؤمن ومن يعني